إيف يا لطيف يا معبود، شو بيطلع مصاري؟ مصاري ذهب أحمر عم يطلع. بتعرفي قديش طلع اليوم ست راسي؟ شو معرفني أنا؟ يا ستي طلع 50 نحاسة و20 وسبعة. وإنت شو عرفك قديش طالع؟ هو قال لك؟ لا شو هو قال لي؟ ما بيقول، هو بيخاف حسده. بس أنا عديته من نحاسة نحاسة. وكنت واقف جنبه وعم ترد عليه رزقته ورزقة ولاده؟ لك مو حرام عليك؟ مو حرام؟ ومن شر حاسد إذا حسد. لك شو حسد وما حسد؟ شو عم تحكي أنت؟ بس هدول المصاري اللي عم يطلعون أنا أولى فيهم، أنا ابن الحارة. شو بكي أنت ست راسي؟ بتعرفي شو معبود؟ عم فكر اشتري منه. وقديش بده حقه؟ يا ستي بده حقه 3 دهبات، بس أنا ما خليته يحس إنه أنا حابب اشتريه مشان ما يطمع علي. قلت لحالي الحشو الحشو يا ابن نجيب، الحشو لبكرة خليه يستوي. وانت بدنا لك المصاري؟ معلبنا ما معك؟ ايه ما معي انا ست راسي. الله وكيلك ما معي، بس يعني انا شو قلت حالي؟ يعني قلت حالي بتديم بعدين بوفي اياهم. والله طاقة القدر راح تنفتح لك يا ابو نجيب والله.